ابن الباشا لما شاف عمتك حنيفة كانت حلوة وزي البدر في تمام، وقع في حبها وطلب انه يتجوزها، لكن ابوه الباشا مرضيش، ما وافقش. ازاي ابنه الكبير يتجوز بنت واحد فلاح وبيشتغل حداه نجار في السرايا بالاجره؟ يا نهار مهبب. طب وبعدين ايه اللي جرى؟ للاسف ابن الباشا قدر يضحك على اختي حنيفه وياخدها المركز ويكتب عليها من غير علم اهلها. الحمد لله. انت بتحمدي ربنا؟ انت شايفه كده انه اتصرف صح؟ ايوه يابا، ما دام حابه عمتي واتجوزها على سنه الله ورسوله يبقى فيها ايه بقى؟ ابن باشا مامه باشا اهو اتجوزها. انت بتخرفي بتقولي ايه؟ انت خرفتي في الكلام اهو. المهم ده اللي حصل. ابويا بعدها حزن بسبب ان بنته راحت اتجوزت في عيله رفضاها، واتجوزت هناك في المركز، وبطل يروح السرايا وقفل على نفسه باب داره وبقى خزيان يقابل الناس. هيعمل ايه واحنا ما بقيناش عارفين نروح فين ولا نيجي منين؟ دوامه خدتني وتعبنا تعب كتير قوي، زي ما يكون جوازة البشوات دي نزلت علينا زي القضاء المستعجل وخطفت مننا راحة بالنا. طب والباشا؟ الباشا هو الاخر كان مصيبته مصيبة، عمل زي ابويا الله يرحمه، اكتئب وقفل عليه السرايا وبقى مش طايق يقابل بني ادمين، وغضب على ولده واتهمه وقال انه خلاص راح في الوباء. طب وعمتي وجوزها ايه اللي جرى لهم؟ ماتوا، كانوا مسافرين وماتوا في حادثة عربية في طريق الإسماعيلية. الله يسامحهم بقى هما الاثنين. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، أهلا وسهلا. إيش 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 ده؟ ده خمس نجوم يا عمنا. أيوه، ما هو سعادة السفير والست سلوى هانم هما اللي أبروا لكم بالأوضة دي. ربنا يخلينا الست سلوى هانم وسيادة السفير حسن بيه. يا سلام، هيعودونا على حاجات احنا مش واخدين عليها، دول هيبوظوا اخلاقنا يا عم. لكن بالطريقة دي تبوظ الاخلاق بالشكل ده حاجة فل قوي. مبروك عليكم اوضتكم. الله يبارك فيك. سلام انت بقى. طيب عن اذنكم بقى، السلام عليكم. اهلا، مشكرين اخويا. الله جابر يسلمك. اتفضل خش بس انت الاول. اكيد في سبب قوي عشان تعزم الاثنين الافنديه دول عشان يجوا يقعدوا عندنا. بص انا مش حشريه، بس ممكن اعرف ليه؟ على فكره انا معجب جدا باسلوبك الدبلوماسي ده، بس مفيش داعي للف ودوران عشان تعرفي انا عزمتهم ليه. طب انت عزمتهم ليه؟ هقول لك يا ستي، في اسكندريه لما قابلت الراجل الكبير عم امين، الراجل الكبير خدت بالي، كان شكلي متبهدل جدا، كنت زي الشحاتين، وهو من غير ما يعرفني كان كريم جدا معايا، اكتر من اللي كنت فاكرهم اصحابي لمده طويله من السنه. فمش معقول انا ابقى اقل منه كرم يعني، ولا هي ست سلوى؟ لا كده عندك. الحاجة الغريبة ان انا حاسس ان وجودهم ده اشارة من عند ربنا، اشارة لسبب معين انا مش مدركه. يا ترى ايه؟ ايوه يا باشا، معاك وليد يا باشا. مبروك، الفلوس اتحولت من بره. ايوه قدامي اهو. مبروك علينا كلنا يا باشا، تقدروا تقبضوا عليهم النهارده قبل طلوع النهار. الله يخليك يا فندم. مع
حصل. اخيرا الدنيا كلها هتعرف الحقيقه. اخيرا يا ارمين. اخيرا هتعرف انك كنت ظلماني. جود ايفنينج مستر وليد. يظهر انك انت شغال متاخر قوي. يس اوف كورس. زي ما انا فهمت فلوس وزن. لكن مستر وليد عاوز يعمل لنا مشكله مع بوليس. مسيو بارينو مسيو دي سيلفيا انا كنت بطمن بس انتوا فاهمين غلط. لا ترفع صوتك مستر وليد. شفتي جوهرة دي؟ دي أصغر وأحسن جهاز تصنف في العالم. إحنا كنا متتبعين كل مكالماتك. مش ممكن مستر وليد يخدع منظمة مثل منظمة بتاعنا. مستر وليد أنت يجي معنا دلوقتي بكرة الصبح يهول حساب بسويسرا. رقم حساب إحنا يقول لك عليه. لما يجينا كونفرميشن إن المبلغ اتحول للحساب بتاعنا هنسيبك تروح. ده مش قبل ما احنا نكون ركبنا الطيارة. وانتوا بقى فاكرين ان مصر وكالة من غير بواب ولا ايه؟ لا تقلق صديقي. سنجد طريقة للخروج من هذه البلد. كم اسمي؟ كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حبيبتي في ايه؟ كابوس يا تيتا كابوس. وليد يا تيتا وليد. انا شايفه وليد في خطر ومش عارفه انقذه ولا اعمل له حاجه. يا حبيبتي دي مش اول مره تجيلك الكوابيس بالليل. انا بسمعك من اوضتي وانت بتندهي وليد في منامك. ايه يا حبيبتي انتي لسه حبة عيني بتحبيه؟ طب ايه لازمة اللي بتعمليه ده؟ اكيد مش عشان ماما وبابا طلبوا منك تعملي كده. مش عارفة يا تيتا مش عارفة. انا متلخبطة ومش عارفة حاجة. ايه يا حبيبتي اللي انتي مخبيه عني؟ احكيلي فضفضي قوليلي على اللي جواكي. ايه الحكايه؟ عارفه يا تيتا ان انا ممكن اطمن واحكي لك كل حاجه. طبعا يا دناير. قوليلي عشان تشيلي شويه من الهم اللي في قلبك. بحبه يا تيتا بحبه قوي. بس انا مش هعرف اتجوزه ولا هو ولا غيره. يا لهوي ليه يا حبيبتي؟ لأن ربنا مش كاتب لي إن أنا أخلف، وأنا ما أقدرش أظلمه ولا هو ولا غيره. إيه الكلام ده؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ هو في حد يعلم الغيب؟ الدكتورة، الدكتورة هي اللي قالت. أنا بصراحة ما أقدرش أتجوز وليد وأحرمه من إنه يجيب أطفال، لأنه بيحبهم أوي. وعلى طول بيكلمني عنه. انا عايز اقول لك انه مره واحنا قاعدين مع بعض قال لي ان ولادنا هيطلعوا حلوين عشان انت حلوه. بيتكلم عني. تفتكري ايه فايده الجمال؟
يقدرش يحلى بعد الجواز، يشتاق للأطفال ويفكر انه يتجوز واحدة غيري. ما قدرش استحمل اللحظة دي يا دان، ما قدرش لأني بحبه، ما قدرش. بس يا حبيبتي، بس يا نوراي، استهدي بالله، استهدي بالله يا حبيبتي، محدش يعلم الغيب غير ربنا. استغفر الله العظيم. نام يا حبيبتي، نام يا ضناحي، نام. الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني عليك يا مزمزيل نرمي. ماما ماما، ايه ايه في ايه؟ تعالي شوفي مين جاي يزورك. ايه بس انا مشغوله دلوقتي. تعالي بص، تعالي مين اللي جاي يزور؟ يا خبر، دي شاهيناز وستات النادي. ايه اللي جابهم؟ جايين عشان يكتشفوا بنفسهم. طب انا هقول لهم ايه؟ يا ماما قول لهم اي حاجه، ده انت مرات راجل دبلوماسي كبير، مش تعرف يعني تقول لهم كلمتين؟ بس اسمحي لي يا ماما ان انا هقعد جنب الشباك هنا عشان اسجل المقابله التاريخيه دي، عشان اكيد هتفيدني في المسرحيه اللي بكتبها. ورق انت مش لاقي غيري تكتب عنها؟ طبعا. امسك شكل كويس؟ اه طبعا. اما الجو تحفة، مفيش تلوث، جو هادي ورايق وشوية اكسجين. يعني انتي قاعدة هنا بخاطرك يا سلوى ولا هربانة؟ ايه الكلام السخيف ده يا مربى؟ وهتهرب سو من ايه يعني؟ هربانة مننا يا حبيبتي، مننا. اصل احنا بقينا زي الهم على القلب، مش كده يا سلوى؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ بالعكس، ده انتوا في عينيا الاتنين. تسلم عينيكي يا حبيبتي، بجد انا مش عارفه الناس جايبه الكلام ده منين. قالوا لي انك ساكنه في بيت قديم ومهكع وما شاء الله فتشود. انا شايفه انك عايشه في قصر صغير. الا يا سلوى قولي، جبتي صف الخدم معاكي؟ هعمل بيهم ايه؟ انا معايا السواق وعم احمد، ما رضيوش يسيبونا. والله فيهم الخير. وبعدين صدقيني الناس اللي هنا طيبين قوي قوي قوي، مش سايبيننا وبيخدمونا بعينيهم. احنا على فكرة كنا واخدين فكرة غلط عنهم. قصدك مين يا سبو؟ الفلاحين؟ بجد انا مش عارفة انت مستحملة قرفهم ده ازاي. ربنا يعينك. صدقيني يا ميربت، دول احيانا بيكونوا انضف مننا. ايه ده ايه ده ايه اللي بتقوليه ده يا سلوى؟ لا 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 يا شيخة، ده انت سوتيها قوي. انا بتكلم عن النظافة الداخلية، اما النظافة الخارجية فسهل امرها، انما اللي جوه ربنا يرحمنا. والله عندك حق يا سو، بس انا حاسه ان كلامك اتغير. ابدا يا حبيبتي، ابدا يا شاهد، بس الظروف اللي انا كنت عايشه فيها في مصر هي اللي اتغيرت. سيبكوا بقى من الكلام ده دلوقتي، احنا هنقضي اليوم كله عندك. هتغدينا ايه؟ زي عوايدك ولا غدا فلاحي على الطبليه؟ انا بموت في الحاجات الاوريجينال. ايه رايكم فعلا نتغدى النهارده على الطبليه؟ لا يا حبيبتي ما تخافوش، احنا هنتغدى زي ما بنتغدى كل مره، الحاجات دي ما اتغيرتش. وبعد كده هاخدكم اوريكم المزرعه، جو جنن. وعلى فكره يا شاهد، انتي عارفه انه الجارديناج حاجه تحفه؟ اولا بتريح الاعصاب، وثانيا بيخليكي فيس تو فيس مع الطبيعه. الله خلاص اوكي، واحنا موافقين. واحنا موافقين. انسه نايمين، في حاجه مضايقاكي؟ كل حاجه مضايقاني، الشغل، الناس، خانقني، حاجات
ايه ده ايه ده؟ انا اول مره اشوف حضرتك متنفذه قوي كده. وبعدين ده انت اللي بتعلمينا الصبر، وفي شغلتنا دي لازم تستحملي. حد سأل على التليفون؟ قصدي حضرتك التليفون اللي حضرتك ما بترديش عليه. انا اللي بسألك هنا. لا ما حدش اتصل، الظاهر ان هما زهقوا خلاص. طيب من فضلك روح شوفيهم في الاستوديو خلصوا ولا لا. خلينا نخلص الوقت اتاخر. انا طفل، لكن عمري ولا الف عام، وحيد لكن بين ضلوع الزحام، خايف لكن خوفي مني انا، اخرس لكن قلبي مليان كلام وعجبي. مغرم عليك يا صبح، مغصوب يا ليل، لا دخلتها برجليا ولا كلميل، شايلني شيل دخلتنا في الحياة، وبكرة أخرج منها شايلني شيل وعجبي. يا عم صلاح يا جهيل. أيوة. زي عادتك غرقان طبعا في أحلامك وسايب البلاوي اللي بتحصل. عايزين أعمل إيه يعني يا مروة؟ اعيط ولا انتحر في الغيطان اللي هناك ديت؟ لا يا عمر، لا تعيط ولا تنتحر، بس واجه الواقع بشجاعه. مو انا بواجهه، بس هو بقى اللي مش عايز يواجهني. قصدك ايه؟ قصدي ان فضيله مش عايزه تشوفني خالص، احاول اكلمها ترفض، اشوفها مش عايزه برضه، ومش عارف اعمل ايه. انا تعبت خلاص. قال جبتك يا عبد المعين قال. ليه؟ مالك انت كمان؟ سامي يا عمر، انا خايفة سامي يطلع زي محسن. قصدك ايه؟ قصدي يعني يكون طمعان في ثروة بابا، ولما نبقى على الحديدة يسيبني ويمشي. ده يبقى ندل. ما تبقاش خيالي وعاطفي زيادة عن اللزوم. الحياة اوقات بتخصب البني ادم انه يبقى وحش غصب عنه. الا في الحب يا مروة، الا في الحب. معك حق، عشان كده انا عايزة اتأكد منه قبل الموضوع ما يكبر واتصدم بعد كده بجد. برافو عليك، هو ده اللي المفروض تعمليه. انا فعلا هعمل كده، وعايزاك انت كمان تحاول تقابل فضيلة دي باي طريقة وتجبرها تقولك فيه ايه. هحاول. ايوه انت عاوز ايه يعني؟ ومين انت؟ انا محضر من المحكمة، معايا اوراق مهمة عايز اسلمها لحسن باشا، ممكن اقابله؟ ايوه ممكن جاوب. تفضل تعالى. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ايوه بس يعني هتستنى شويه هناك هني لحد ما بلغ سعاده السفير وارجع لك تاني على طول. وماله يا سيدي نستنى؟ طيب استنى بقى هين، استنى بس ما تتاخرش عليا. لا مش هتاخر ولا حاجه، مالك متصربح كده ليه؟ في ايه؟ سعاده السفير. سعاده السفير، فيه واحد محضر لمؤاخذه يعني، واجب بره مستني اهو، معاه ورق عايز يسلمه لحضرتك. انا قلت له بقى يستنى بره هنا اهو لحد ما بلغ سعادتك. كويس يا عم احمد، يا ريت تجيبه هنا. حاضر يا سعاده السفير. حاضر. خير يا حسن؟ في ايه؟ اتفضل يا باشا. خير ان شاء الله، هنعرف دلوقتي. اهلا بسعادتك يا باشا. ايه ده بقى؟ دول اعلانين لسعادتك يا باشا. لو سمحت حضرتك ممكن سعادتك توقع لي هنا بالاستلام لو سمحت؟ تحت امرك. في حاجه تانية؟ تشكر يا باشا. سلام عليكم. نعم. في ايه يا حسن؟
المحضر كان عايز ايه؟ ده اعلان من المحكمه بحكمين مستعجلين خدوه. حكمين ايه يا حسن؟ حكمين ببيع ممتلكاتي في ميت امور يدخلوا بيها مزاد علني ويبيعوها. مزاد علني؟ هما رفعوا القواضي دي امتى؟ وخدوا احكام امتى؟ محدش بلغنا وقال لنا اي حاجه بخصوص الموضوع ده. ما تنزعجيش كده يا سلوى، ما حصلش حاجه، اهدي بس. اهدى ازاي بس؟ فضيلة، فضيلة أنا لازم أتكلم معاكي. أنت بتهربي مني ليه؟ من فضلك يا عمر، لازم تمشي، أنا مش عايزة مشاكل. مشاكل؟ مشاكل إيه ومع مين؟ لا يا فضيلة، أنت اتغيرت كتير قوي. مش أنت فضيلة اللي أنا عرفتها. معلش يا عمر، في ظروف، ظروف أقوى مني ومنك. مفيش ظروف في الدنيا هتقدر تبعدنا عن بعض. يا عمر احنا هنا في ميت دمور مش في المريخ. خلاص نعمل زي ما اهل ميت دمور بيعملوا، اروح لوالدك واخطبك منه. لا لا اوعى تعمل كده، لا عشان خاطري. لا ليه؟ ومالك اترعبتي كده؟ ما اقدرش اقول لك حاجه دلوقتي، ما اقدرش. بكره ان شاء الله تعرف الحقيقه كلها، لكن دلوقتي يا عمر ارجوك ارجوك لازم تمشي وما توقعنيش في الغلط. ايوه يا حسن بيه، ده ممكن يحصل طبعا للاسف. لا بيتم الاعلان وبنقول عليه اعلان امريكاني، وفي الحاله بتاعتنا دي هم استغلوا عدم وجودك في عنوانك في مصر وبعتوا لك على هناك. يعني انت كده قدام المحكمه تم ابلاغك. طبعا يا حسن بيه انا ههتم بالقضيه، ده مش محتاج توصيه، وهدرس القضيه كويس، ولو اني شايف اننا مش هنقدر نلغي البيع الا لو سددنا الديون وتنزل الخصوم عن الدعاوى اللي رفعوها. ديون ايه اللي بتتكلم عليها دي يا متر؟ انا مفيش عليا حاجه لحد. بقول لك مفيش عليا حاجه لحد، دفعت كل الفلوس. يا سعاده السفير انا ما بشككش في كلامك، مصدقك والله، بس الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي. سعادتك اتخذ عليك الحكم الغيابي لان حضرتك ما حضرتش. خلاص اوكي اوكي يا متر. خلاص يا سيدي اعمل اللي انت عاوزه، بس يا ريت تدرس القضية كويس. طيب يا سيدي، يعني ايه ما تضايقش؟ يا متر دول طالبين ان انا ابيع الفيلا دي في المزاد. الله، ده بيتي وبيت العيلة وبيت جدودي، ده لا يمكن يحصل الا بعد موتي يا راجل. خلاص يا سيدي مش هتوتر، بس يا ريت حضرتك تلاقي لنا حل. مع السلامة يا متر. عم احمد؟ نعم نعم يا ست هاني. عم احمد ايوه، قول لاستا موسى خليه يجهز العربيه، انا هنزل مصر. حط دي في العربيه. حاضر حاضر يا ست هاني. ايه ده بقى؟ انت نازله مصر تعملي ايه؟ عندي شويه اشغال وعندي ميعاد مع شيناس صاحبتي. هتاخري؟ انا اقدر يا حبيبي، العزبه دي بقت كل حياتي، ما اقدرش اغيب عنها ولا اقدر اغيب عنك يا حبيبي. لا حبيبتي. طب يلا اوصلك. ماشي يا سليم، انا عايزاك تديني فيها اللي تقدر عليه. مستحيل يا مدام، دي ثروه كبيره لا انا هقدر اشتريها ولا هلاقي حد بسهوله يشتريها. اولا انا مش عايزه ابيعها، انا عايزه ارهنها وبس، ولو اضطريت هبيع حته واحده بس، وحضرتك تقدر تاخد الفايده اللي انت عايزها على الرهنيه دي. طب وليه التعقيد ده كله؟ ما تبيعي لي الخاتم السلوتير قدام المبلغ بتاع الرهنيه ويبقى كده خلصين. انت عارف انه الخاتم ده شبكه جدتي نازلي هانم مرات كاظم باشا، وهي ورثته من السلطانه مهتاب. عارف عارف. انت عارف انا كنت دايما بقول ان انا عمري ما هفرط بالخاتم ده، لكن للاسف الإنسان أحياناً بيضطر إن هو يغير قراراته. أنا مش فاهم بتقصدي إيه يا هانم؟ أنا بقصد إنه البرلانت مجرد حجر كريم إحنا بنتزين بيه، لكن أحياناً في حاجات أهم بكتير من الزينة. سعادة السفير، سعادة
سعاده السفير. ايه يا عم احمد؟ تعالى. في ايه يا سعاده السفير؟ في ضابط بوليس بره عاوز يجابل حضرتك. هو في ايه تاني؟ حصل ايه النهارده؟ قول له اتفضل. حاضر يا بيه، استر يا رب. رعد علي فرحات من بحث الاموال العامه. اهلا فندم، اتفضل. سعادتك برضه حسن بينك؟ ايوه فندم، تحت امرك. كنت عايز اتكلم مع سعادتك شويه. خير؟ عاوزه مني ايه مباحث الاموال العامه؟ خير ان شاء الله يا فندم. انا الضابط المسؤول عن قضيه غسيل الاموال اللي ابن سعادتك الاستاذ وليد لعب فيها دور مهم وعظيم جدا. سبق وكلمت سعادتك في التليفون، حضرتك اكيد فاكر. فاكر. ايوه. ايه في حاجه حصلت؟ لا للأسف فندم، العصابة اكتشفت إن إحنا بنراقبها، وللأسف فهموا إن الأستاذ وليد ابن سعادتك بيتعامل معانا، عشان كده احتجزوه. يعني إيه احتجزوه؟ خطفوه عشان يجبروه على تحويل الفلوس اللي اتحطت في حسابه لحسابهم في الخارج. خطفوه؟ يقصر يا رب. طب أنتوا بناويين تعملهم إيه؟ حضرتك اهدى عشان نقدر نتعامل مع الموقف بهدوء. صدقني ابن سعادتك الأستاذ وليد مش ممكن يتضرب أي أذى طالما الفلوس ما تمش تحويلها لحساب العصابه في الخارج. وصدقني احنا من ناحيتنا مكثفين الجهود في البحث عنه، وكده مش هيقدروا يعملوا له حاجه. بس لازم الفت نظر سعادتك لحاجه مهمه جدا، ان الاثنين بارينو ودا سيلفا دول مجرمين خطيرين جدا ودوليين. مش بس كده، دول بيشتغلوا مع المافيا. عشان كده يا باشا ارجوك لازم تساعدني. بارينو دا سيلفا، سمعت الاسامي دي قبل كده يا جابر؟ اسامي ايه بس امين؟ بقول لك ده سالفه يعني مضاد حيوي. يا جدع بلاش هزار. الله، دي اسامي المجرمين اللي دخلوا المخدرات البلد من 5 سنين. فهمت. انا نقول لك بقى اللي انا فهمته، العيال ده عايزين يهربوا بره مصر الفلوس اللي باعوا بها المخدرات. صح صح يا جابر، كلامك 100%. من الأرجح يا باشا إن العصابة ممكن تتصل بسعادتك عشان تجبرك على تحويل الفلوس من حساب ابنك لحسابهم في الخارج. عشان كده يا باشا إحنا مضطرين بعد إذن سعادتك نحط تليفون سعادتك تحت المراقبة، وكده يا باشا إحنا ممكن نوصل للعصابة في أسرع وقت ممكن. خير يا محسن بيه؟ طبعا خير. أنا لا مؤاخذة بيجي من ورايا شر يا فايق بيه. لا العفو، اتفضل قول اللي عندك. اللي عندي، أنا سمعت من مصادر موثوق فيها إن جنينة آلة نجم اللي في 100 دبمور هتتباع بالمزاد العلني، وأنا جاي لك دلوقتي عشان نحط إيدينا في إيدين بعض ونشيل بيع إحنا الاتنين. أنا من ناحيتي ممكن أقنع نجم بيه إنه ما يغاليش في السعر، الجنينة راح تروح لواحد من عيلها، يعني ممكن ناخدها في طيس. أوعى. أوعى؟ أوعى إيه؟ شوف يا محسن بيه، لو مش عايز تخسرني اخلع من البيعة دي خالص، ما تقرب لهاش. طيب افهم. طبعا من حقك انك تفهم. لو كانوا على البيزنس انا تعبت وشقيت ورتبت كل حاجه، وسعادتك جاي تاكلها بالسهل، تشيل الجنينه والفيلا عشان تنقذ اسم العيله. انما المساله بالنسبه لي مش مساله فلوس ابدا. حسن نجم غلط فيا في يوم من الايام، وانا لازم ارد له الغلط ده. ورحمة أمي لارميه في الشارع، مش هخليه يتلام على سرير ينام عليه هو والسنيورة مراته سلوهانم المنسترلي بنت الحسب والنسب. ياه، ده أنا كنت فاكرك أنت ونجمي بأصحاب قوي. أنت إيه اللي غيرك من ناحيته كده؟ أنت ليه بتكرهه يا فايق بيه؟ أنا أكره حسن نجم؟ تخيل يا محسن بيه، أنا عمري ما كرهته. أنا كرهت الأيام اللي ظلمتني ووقفت جنبه. أنا مش فاهم حاجة، انت بتتكلم بالالغاز يا متر. كفه الزمان مالت من زمان قوي مع حسن نجم، حتى من ايام ما كنا في الجامعه. انت عارف ان احنا درسنا مع بعض وتخرجنا مع بعض، كل حاجه كنت بتمناها كانت بتروح له هو من غير ما يتعب ولا يشقى، مركز، وظيفه، حتى الست.
الست اللي حبيناها سوا، اختارته هو وفضلته عليا. كل حاجة كان بياخدها هو وانا واقف بتفرج، مركز، الجاه، الوظيفة، لغاية لما وصل لأعلى المناصب. وانا ايه؟ انا حتة محامي بشتغل عنده، باخد مرتبي منه أول كل شهر. ده الموضوع كده بقى؟ أيوه كده، لحد ما الميزان اتعدل والدنيا حاسبت نفسها، وهو دلوقتي بيدفع التمن. أنا ماليش دعوة، أنا واقف بتفرج. لو استدعى الأمر إن أنا أزق شوية، أنا عايز أدوق الأيام المرة اللي أنا شفتها من 20 سنة وأكتر. أنت باين عليك سعيد قوي يا فايق بيه. ما تتصورش أنا سعيد قد إيه، أنا في منتهى السعادة يا محسن بيه، أنا بشفي غليلي منه. ودلوقتي بقى ظهرت حكاية الفيلا والجنينة، أنا ما كنتش أعرف إن هو عنده فيلا وجنينة، ما ذكرهم ليش قبل كده. التعبان دلوقتي دفي وطلع راسه من تاني وابتدى يجمع فلوس من جديد، إنما ورحمة أمي لأكثر سمه، مش هخليه يتهنى بحاجة، هجرده من كل شيء، هجرده من كل طوبة في الفيلا وكل طرحة في الجنينة. اسمح لي بقى يا فايق بيه، أنا ما كنتش أعرف. وديك عرفت، ابعد عن الموضوع ده بقى خالص يا محسن. ده تهديد بقى؟ سميه زي ما تسميه، المهم مالكش دعوة بيه خالص. ماشي؟ السلام عليكم يا شيخ زناتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج منصور، اتفضل. يزيد فضلك. الشاي يالا. لا مالوش لزوم يا شيخ زناتي، أنا جايلك في كلمتين وماشي طوالي، عندي مشوار مهم. خير يا أخوي؟ خير إن شاء الله. بقاني سمعت كلام كده داير في البلد مش ولا بد. الله، ما تتكلم على طول، وغوشتني يا راجل. سمعت إن بيت نجم وأرضه هيتباعوا في المزاد وفاء لدين عليه عند تجار بيتعاملوا معاه. ايه الكلام المسخ ده يا راجل؟ تلاقيها اشاعات، ما انت عارف بلدنا. لا مش اشاعات يا شيخ زناتي، مش اشاعات، ده بينه كلام صد صد. طب اذا كان صد ازاي نسمح بكلام زي ده؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يعني؟ مش عارف، بس لازم نفكر في حاجة. مش معقول نسيب الراجل يضيع منا بعد ما لقيناه. أنا معاك، أنا معاك يا شيخ زناتي، بس اللي مش قادر أفهمه إزاي يقع وقع زي ديت. ده لولا نصايحه ما كنتش كسبت اللي أنا كسبته من المشروع بتاعي، وبيتهيألي إن أنت كمان عملت لك قرشين حلوين من المنحل. الله أكبر، الله أكبر. مش معقول الراجل يمد لنا إيده ونسيبه ما نمدش إيدينا لما يغرق، مش كده ولا إيه؟ عندك حق يا شيخ زناتي، وهو الأمر شورى. أنا بقول يعني نشرك معانا الشيخ عبد الرحمن، وهو رأي ثلاثة أفضل من اثنين يعني. وماله يا أخويا؟ بس أنت راح فين؟ الشاي جاي. نشربه في الفرح يا شيخ زناتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي خطفوه ليه المجرمين دول؟ وفين البوليس؟ وانت مش هتعمل حاجة يا حسن؟ يا سلوى البوليس مش ساكت، البوليس مش ساكت، وديك شايف اهو الضابط جه لغاية هنا عشان يطمني. ما انت جرالك ايه؟ انت طول عمرك شجاع، وبعدين يا ستي وليد مش في خطر. ازاي؟ ازاي يعني مش في خطر؟ ازاي؟ العصابة هي اللي هتحميه عشان تضمن فلوسها. النهاردة وبكرة البنوك في أجازة، وهم عاوزين وليد يحول لهم فلوسهم للخارج. ورائد فرحات طمني ووعدني إنهم حيوصلهم لوليد قبل يوم الحد، يعني قبل ما البنوك تفتح. أنا برضو مش مطمنة يا حسن، أرجوك كلم وزير الداخلية، أنت كنت سفير وبتعرف ناس كتير قوي في الحكومة. أرجوك يا حسن، أرجوك. خلاص يا حبيبي، أنا هتصرف، بس البنت ودول مين دول؟ الحق يا عم، دي بيناها حادثة بهواتي. ربنا يستر، الراجل ده غلبان ومش ناقص مصايب.
انا مش مصدق نفسي خلاص. انا حاسس ان انا في حلم واصحى منه بعد شويه. معقولة انا مضيت عقد مع رمضان شعبان المنتج المعروف؟ حاسب يا ابني على عقلك بالراحه. بالراحه ايه بس، اكيد بابا وماما هيفرحوا قوي. طبعا مبنوهم اسمه هيتحط على الافيشات كده وهيولع باللمض اللي بيته بتطفي دي. عمرو نجم، عمرو نجم. يا ابني بقول لك حاسب على عقلك، يخرب عقلك. لنرى رد الفعل يا اوفالياتي الجميله على ابوينا. هلمي يا حبيبتي. هلمي يا اخويا. الحق دول بينهم طلعوا ولاده. اه باين كده. بس ده بيقول لها اوفيلا. اوفيلا دي تطلع ايه؟ كلوش خواجات. لا اوفيلا اخت بناليا. ايه ده؟ مالك يا ماما بتعيطي كده ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ في يا بابا؟ ماما بتعيط ليه؟ اخوك وليد. ماله يا ماما؟ في عصابه خطفته. ايه الكلام ده؟ معقوله دي؟ لا يا ماما انت اكيد بتهزري. لا ماما مش بتهزر. ماما ليها حق. في اتنين مجرمين من كولومبيا حاولوا يورطوا اخوكم في عمليه غسيل اموال. لما وليد اكتشف العمليه راح بلغ عنهم البوليس. البوليس طلب منه انه يسيرهم، لكن بكل اسف العصابه اكتشفت امره وخطفوه. ربنا يا ساتر. ايه ده؟ دول مين دول؟ دول اصحابي. المهم هنبقى نكمل كلامنا بعدين بالنسبه للموضوع ده. اهلا اهلا عمانيين. سلام عليكم. سلام عليكم. انا بقول يعني حسن بيه، قصدي اقول يعني ان العبد الفقير لله اللي هو محسوبك والجدع الشهم ده احنا ممكن يعني ننقذوا ابنك وليد ونخلص كمان من الجماعه اللي هم خاطفينه. جماعه ايه؟ هتساعدونا ازاي يعني؟ ما تقلقش يا سعادة الباشا، ما تقلقش يعني. المحفظ بسلامته في ايد امينة باذن الله. حسن بيه ما تستهترش بينا، احنا فكرنا ده بنعرفه كل حاجة ونسمعه كتير قوي عن الجماعة اياهم دول، ولعلمك بقى ليهم ضديات كتيرة وهيتبسطوا قوي لما نخلصوا عليهم علشان بينافسوهم في السوق. طب اتفضل اتفضل معايا المكتب. بابا خليك انت عمرو مع ماما، هديها شويه. اتفضل. اتفضل يا باشا. اللي انا فهمته من كلامكم انكم تقدروا توصلونا للمجرمين اللي من كولومبيا اللي خطفوا وليد ابني. اتفضل. اتفضل. ها ان شاء الله يا باشا، وهو ده تمام اللي بنفكره فيه. ما شاء الله العالم برضو حلو. طب يا جماعه مش حان الوقت كده انك تقولوا لي انتوا مين وحكايتكم ايه؟ عندك حق حسن بيه، انت عرفتني في اسكندريه شحات وكلنا مع بعض عيش وملح. وعشان العيش والملح انا هقول لك على كل حاجه. احنا لمؤاخذه كده كنا مساجين، لكن الحمد لله عهدت الله ان انا اتوب وتبت توبه نصوحه ومش ممكن ارجع للشقاوة تاني. وزي ما انت شايف بقى كبرت في السن، والسن بقى ما يسمحش للشقاوة تاني ولا للشقة خالص. انما صاحبي وحبيبي جابر بقى لسه عفيته في دراعه، عشان كده بيشتغل عتال في السكة الحديد في اسكندرية. لا 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 استنى بس عم امين، الكلام ده باشا في اوقات فراغي، انما انا لسه فرم دماغ ودراع كده. طب يعني انتوا باسكندريه ايه اللي جابكم يدمور بقى؟ انا نقول لك يا باشا، اصل واحد زميلنا في البعثه. البعثه قصده السجن يعني يا رمضان. بس يا مؤمن والله في السعد حد يقول كده خليك شيك. مؤاخذه باشا، زميلنا ده توفاه الله، تعيش انت. وبعدين قبل ما يموت قال لنا انه سايب لنا ورث صغير كده في ميت دمور، بيت صغير. قلنا نيجي نشوف البيت ونعيش فيه. وبعدين جينا لقينا الحكايه فسكوني على الاخر. حته عشه مش باين لها ملامح وكمان محروقه، يعني لا باب ولا سقف. قصدك بيت عبد الله طرب مش كده؟ الله اسم الله عليك وعلى مقامك يا باشا. وبعدين بعدين؟ وبعدين واحنا ماشيين جنب السراب بالصدفه أمين لمح سعادتك بالصدفة، وبعدين اتعرف على شخصية سعادتك بالصدفة.
وبالصدفه برضه نطيته في السور مش كده؟ حسن بيه بقى ما خلاص خلاص سيبنا دلوقتي من حكايه السور دي. خلينا في المهم. حقيقه تقدروا توصلونا لبارينو دا سيلفا؟ خلوا بالكم مفيش قدامنا غير 48 ساعه. بعون الله حسن بيه هنقدروا نخلصوا المهمه دي بس بشرط. اتفضل. ايه هو؟ البوليس ما يعرفش اي حاجه. لا بقى البوليس لازم يعرف كل حاجه. ايوه ما هيعرف بعدين لانه لو عرف دلوقتي ممكن يقبض علينا. اتفقنا. مش هجيب سيره للرائد علي فرحات اللي كان عندي هنا طبعا رصدتوه. المهم ناويين تعملهم ايه؟ انا اقول لسعادتك من غير ما ندخله في التفاصيل الممله، الجماعه دول ليهم ضديات كتير وما هيصدقوا ان احنا نخلصوا منهم. لا لا يا عم امين، احنا مش جايين نعالج الغلط بالغلط. احنا مش عصابه هنا. كل انا عاوزه ان ابني يرجع لي سليم. لا مفيش قتل ولا حاجه، يتسلموا البوليس احياء. خلاص احنا بقى هنتفق معاهم انهم يسلموهن احياء. ما تقلقش يا سعاده الباشا، احنا محترفين ليك علينا نسلمهم سليم وطازه. طب مش محتاجين اي حاجه؟ لا ولا حاجه ابدا. تفتكر فلوس يعني؟ لا الحمد لله مستورة، انما هي حاجة واحدة بس اللي احنا عاوزينها، العربية بتاعت سعادتك بالسواق والبتاع الصغير ده اللي انت بتتكلم منه. الموبايل يعني؟ ايوه هو ده اللي قلت عليه. اتفضل. كل حاجة هتبقى تحت امرك. المهم ترجعوا لي وليد بالسلامة. ان شاء الله هنرجعه لك بالسلامة. قدم ماشي يا باشا.